في موقف حصل لي من فترة خلاني أقعد يعني أفكر كتير قوي المفروض أقول إيه وما أقولش إيه. عامة كنا نازلين أنا وبنت لسه مش عارفين بعض قوي، كان تالت أو رابع مرة نتقابل حاجة كده، وبعد ما الخروجة كانت حلوة قوي وكلنا وعادي وقعدنا نرغي كتير قوي، وبعد ما خلصنا فأنا بقى كنت حاسس أنا سايب إمبريشن كويس فقلت أكمله بقى. وبعد بقى ما اللي هو خلصنا أكل وكلام وكده فكانت عايزاني بقى أوصلها العربية. احنا كنا في مصر الجديدة وهي كانت راكنة بعيد عشان ما كانش في ركنة قدام المحل، فبس فاحنا بنتمشى فأصلا الشارع كان ضلمة وهادي، وبعد كده هي العربية هناك كده فناحية الباب اللي أنا بركب منه كان في 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 كلاب، كان في كلاب كتير واقفة كده وأنا بخاف من الكلاب بصراحة، فقلت خلاص أنا هستنى هي تطلع وبعد كده أنا أركب. فهي راحت بصيت قالت لي هو أنت بتخاف من الكلاب؟ فأنا قلت لها لا طبعا، واللي هو قلتها بثقة قوي، فقالت لي طب ما تركب، فأنا اللي هو خلاص بقى أنا مضطر دلوقتي أركب. عضيت على لساني كده واللي هو فضلت ماسك نفسي واللي هو خدت نفس كده. اول ما انا جاي اركب من الباب واحد بجد منهم صحي وابتدى يهوهو جامد قوي، رجعت لورا واتخضيت قوي. بعد كده فتحت الباب بسرعه، هو بجد هو خلاص هو كان هيعضني وخلاص، ركبت وقفلت الباب وكنت حاسس البدقات قلبي قوي اللي هو انا سامعها ومتوتر قوي ومش عارف اصلا حتى اقول لها ان انا خايف. فضلت متوتر كده ولو مش عايزها تاخد بالها ان انا خايف عشان يعني هتقول عليا ايه، وانا اصلا في العادي لما بمشي ما بلاقي شارع هادي قوي كده او ضلمه ولو في اوبشن ان هو يبقى فيه كلاب اصلا مش بمشي فيه. مش عارف ما اعرفش ليه ما قلتش، بس انا كنت حاسس ان انا خايف اقول ان انا بخاف من الكلاب، ما كنتش عارف هيبقى ايه رد فعلها فما قلتش بصراحه. عارف لو انت دخلت في علاقه ارتباط اكيد بيبقى همك انك تبين افضل ما عندك، عايز تبين كل حاجة كويسة وكل حاجة جميلة، بس أوقات علشان تبين إنك راجل بتخاف إنك تبين حاجات زي الضعف زي الخوف زي الوجع، بتخاف إنك تبين الحاجات دي علشان ما تقللش من رجولتك. بس تخيل منظرك بعد شوية لما الطرف التاني في العلاقة يكتشف ده، يكتشف إنك أنت كنت بتخبي عليه حاجات ما كنتش صادق، منظرك هيبقى عامل ايه؟ هل ده من الرجولة؟ الرجولة الحقيقية هي انك تكون شجاع، مش شجاع يعني ما بتخافش من حاجة او ما بتخافش من الكلاب مثلا، لكن شجاع في انك تواجه نفسك وانك تقول الحقيقة، تعبر عن الحقيقة زي ما هي بالظبط، دي الرجولة الحقيقية ودي الشجاعة. صحيح محتاجين نغير مفهوم الرجولة عند المجتمع بتاعنا، بس اوقات ده بيبقى حاجة صعبة مش هنقدر أو أنت لوحدك ما تقدرش تعملها، لكن على الأقل أنت لازم تبقى عارف معنى الرجولة الحقيقية وتوصله للطرف اللي أنت هترتبط بيه. الرجولة الحقيقية مش أني أكون ما بخافش من أي حاجة، لكن الرجولة الحقيقية هي أني أكون شجاع في أني أعبر عن اللي جوايا زي ما هو، عندي شجاعة أن أقول الحق، عندي شجاعة أني أعترف بضعفي وأعترف بخوفي، ده ما يقللش منك في نظر الطرف الآخر، بالعكس بيحسسه إنك حقيقي وإنك شفاف وواضح، بيحسسه إنك إنسان عارف المميزات اللي عندك وعارف الضعفات اللي عندك ومستعد إنك تشتغل عليها لو في إمكانك إنك تعمل ده. الرجولة هي إنك تكون متزن ما بين إنك تكون شجاع بس مش متهور، ما بين إنك تكون بتقول الحقيقة من غير ما تقلل منها أو من غير ما تداري، تكون بتعرف تقول الحاجة المظبوطة في الوقت المظبوط، ده هيخليك راجل بجد.